بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. سنحاول إن شاء الله في هذه المحاضرة المتواضعة أن نتطرق إلى موضوع له أهميته، له راهنيته في تعزيز العدالة الجنائية. سنحاول إن شاء الله أن نركز على موضوع الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة، وأيضا سنتطرق بعد ذلك لأوامر قاضي التحقيق. إذا بعدما تطرقنا للوظائف التقليدية للنيابة العامة في محاضرة سابقة، كما قلنا المتمثلة بالأساس في إقامة وتحريك الدعوة العمومية وممارستها، وكما مر معنا أيضا أن قضاء النيابة العامة هو جسيد للحق العام وممثل رسمي له ومدافع عن الحق العام، طبعا من أجل حماية المجتمع من خطر الجريمة. إلا أن هذه المؤسسة عرفت انفتاحا في الآونة الأخيرة على مؤسسة العدالة التصالحية، ولكن طبعا في طبقا لشروط وحدود معينة ووفق منهجية وتصور معين. إذا مفهوم الحق العام من خلال انفتاحه على تطبيقات جديدة، خصوصا في بعض الجرائم التي لا تدخل في إطار الجرائم الخطيرة، بل في الجرائم الأقل خطورة. ومن هذا المنطلق فقد جاء قانون المسطرة الجنائية الجديد بمستجدات لم تكن موجودة في ظهير 10 فبراير 1959 الملغى. بموجبها، يعني بموجب هذه المستجدات، تحررت النيابة العامة من الخضوع لأحد الحلين المتطرفين، والذي هو إما تحريك الدعوة العمومية ومتابعتها لنهايتها، ولكن بدون إمكان التصرف فيها وخاصة بالتنازل عنها وطلب وقفها، وإما باللجوء إلى الحفظ. إذا هناك حلين كما قلنا أمام النيابة العامة في ظل القانون السابق، وهما طبعا هذين الحلين هما يسلبان قضاء النيابة العامة حق اللجوء إلى طريق ثالث. ربما هذا الحل يكون أصلح وأفيد في معالجة آثار الظاهرة الإجرامية، خصوصا في الجرائم العادية كتلك التي تعاقب بعقوبة مالية مثلا، أو سالبة للحرية في المخالفات والجنح مثلا، الجنح طبعا الضبطية أو الجنح الضبطية. ومن شأن هذا كما يتضح أن يساهم لا محالة في تخفيف العبء على القضاء، حتى يتم التفرغ إلى بحث ودراسة القضايا الأكثر أهمية وتعقيدا وخطورة من دعاوي جنائية وجنحية وتأديبية. وبهذا استحدث قانون المسطرة الجنائية الجديد آليتين بديلتين للدعوة العمومية. يعني الآلية الأولى هو إصدار النيابة العامة للسند التنفيذي في المخالفات، المادة 375 من قانون المسطرة الجنائية، واللجوء لمسطرة الصلح في الجنح في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية. يسمحان كما هو ظاهر النيابة العامة بسلوك حل وسط بين إقامة الدعوة العمومية أو تركها وحفظها، بما أن هذا الحل، يعني عندما نتحدث عن الصلح الجنائي، يعني بإمكان النيابة العامة قبل إقامة الدعوة العمومية أن تلجأ إلى مسطرة الصلح الجنائي، وهذا لم يكن طبعا مسموحا به في ظل القانون المسطري الملغى. ومن جهة أخرى مكن النيابة العامة من آلية ثالثة بمقتضاها تلتمس من المحكمة إيقاف الدعوة العمومية التي سبق لها إقامتها، المادتان 361 من قانون المسطرة الجنائية. ومن بين الصلاحيات الجديدة التي أصبح معترف بها للنيابة العامة نجد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ورد الأشياء المحجوزة، وسحب جواز السفر وإغلاق الحدود، والتنصت، والتقاط المكالمات الهاتفية، وكذا الصلح الجنائي. إذا كل هذه الصلاحيات هي صلاحيات جديدة أصبح بإمكان النيابة العامة اللجوء إليها، وطبعا كل هدف دائما هو كشف الحقيقة والوصول إلى أو وضع اليد على المرتكب الحقيقي لهذه الأفعال الإجرامية. إذا بالنسبة لك كما قلت، أنا سأقسم موضوعي إلى محورين. المحور الأول سأتطرق فيه للصلاحيات الجديدة للنيابة العامة، والمحور الثاني سأحاول من خلاله التعرف على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق. إذن كما مر معنا، جاء قانون المسطرة الجنائية لفتح أكتوبر 2002 الذي دخل حيز التنفيذ 3 أكتوبر 2003 بمستجدات مهمة
غاية في الأهمية، لا أهمية قصوى، تتمثل في الأساس كما قلنا في منح صلاحيات جديدة للنيابة العامة. إذا من بينها أو من بين هذه الصلاحيات، أولا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، إذا صلاحية جديدة بيد النيابة العامة، تدخل بشكل ظرفي حيث أجازت المادتين 40 و 46 من قانون المسار الجنائي لوكيل الملك والوكيل العام كل ما تعلق الأمر بانتزاع حيازة تنفيذ حكم، يعني وكل في حدود اختصاصه، يعني الوكيل الملك والوكيل العام الملك أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. على أن يعرض هذا الأمر، لاحظوا معي أهمية هذا الأمر، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو سترفع إليها لتأييد هذا الأمر أو تعديله أو إلغائه. لاحظوا معي، رغم ما قلناه في المحاضرات السابقة أن هناك مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية، بين وظيفة المتابعة ووظيفة الحكم، ولكن ما يلاحظ هنا أن هذا الأمر الذي تتخذه النيابة العامة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا بد أن يعرض على رئيس المحكمة أو المحكمة أو هيئة التحقيق من أجل إما تأييد هذا الأمر أو تعديله أو إلغائه، لكن لا بد من توفر شروط في هذا الأمر. لا بد أن يتعلق الأمر أولا بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، وهذا بمعنى في هذه الحالة يتخذ وكيل الملك إجراءات تحفظية. لا بد أن يفرض هذا الأمر أو عفوا لا بد أن يعرض هذا الأمر بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه إلى المحكمة أو إلى هيئة تحقيق داخل 3 أيام لترى المحكمة أو هيئة تحقيق إما التأييد أو الإلغاء أو التعديل. هذا فيما يخص الأمر بإرجاع الصلاحية الأولى، الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. هناك صلاحية أخرى أو في ثانيا هو الأمر برد الأشياء كما قلنا لابد أولا ماذا نعني بالرد. أولا الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها طبقا لما جاء في الفصل 106 من القانون الجنائي. ويضيف قانون المسار الجنائي على ذلك أن رد هذه الأشياء يتم في مرحلة البحث والتحقيق، ما لم تكن يعني هذه الأشياء أو هذه المبالغ الأمتعة لازمة لسير الدعوة أو خطيرة أو قابلة للمصادرة، هنا لا يمكن الأمر بإرجاع هذه الأشياء. وتبيح المادة 366 من قانون المسار الجنائية للمحكمة إعادة هذا النوع من الأشياء لأصحابها إذا توفر الضمانات الكافية لإثبات الحاجة والحماية من خطرها. إذن هذا الأمر هو عبارة عن حماية تقدمها النيابة العامة للأشياء المنقولة، وهي إمكانية بيد النيابة العامة لكن أيضا بشروط. دائما هناك شروط، لا بد أن نكون أمام غياب وجود منازعة جدية بشأن هذه الأشياء المنزوعة. إذن لابد أن لا تكون هناك منازعة حتى يمكن الأمر بإرجاع أو عفوا برد الأشياء. بمفهوم مخالفة، إذا كان هناك نزاع جدي بشأنها يصعب على وكيل الملك أن يقوم برد هذه الأشياء. لا يمكن رد هذه الأشياء إذا كانت لازمة لسير الدعوة العمومية أو خطيرة. في هذه الحالة لا يمكن الأمر برد هذه الأشياء. نسبة الصلاحية أخرى هي سحب جواز السفر وإغلاق الحدود. إذن هذه إمكانية أو صلاحية جديدة أصبحت بيد كل من وكيل الملك والوكيل العام للملك وكل في حدود اختصاصه، بمعنى أن يأمر بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود، وطبعا لا يمكن أن يتجاوز المدة شهر، لكن عندما يتعلق الأمر بجرائم خطيرة، جريمة مثلا جريمة إرهابية، يمكن أن تصل هذه المدة إلى 6 أشهر قابلة للتمديد. وبالرجوع للمادة 40 فقرة 1 و2 من قانون المسار الجنائية، نجده يسمح أو تسمح هذه هاتين الفقرتين لوكيل الملك بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر المشتبه فيه طبقا للشروط الآتية، بمعنى أن هذه الصلاحية لا يمكن اتخاذها إلا إذا توفرت هذه الشروط. أولا أن يتعلق الأمر بالبحث في جنحة يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر.
بمعنى نحن أمام جنحة تأديبية، أن تقتضي ضرورة البحث، لاحظوا معي، أن تقتضي ضرورة البحث التمهيدي اتخاذ هذا القرار، وهذا أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لوكيل الملك. ولا يقصد بالبحث التمهيدي يعني استثناء البحث في حالة التلبس، وإنما يراد به البحث الذي تقوم به النيابة العامة أو الشرطة القضائية للتحقق من وقوع الجريمة، بمعنى أن هذا الإجراء لابد أن تقتضيه ضرورة البحث. ضرورة البحث. إذا مدة الإجراء لا تجاوز كما قلنا مدة لا تجاوز مدة السحب والإغلاق شهر واحد، يعني 30 يوما، ولكن يمكن تمديد الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي. متى؟ نعم، نطرح سؤال متى يمكن تمديد هذا الأجل، وذلك في الحالة التي يكون فيها المعني بالأمر هو المتسبب في تأخيره، وهذا يرجع طبعا للسلطة التقديرية كما قلنا النيابة العامة، كما لو كان المعني بالأمر يتلكأ في الاستجابة لاستدعاء الشرطة القضائية، أو يتم التأخير بناء على طلبه، حيث يكون محتاجا مثلا لبعض الوقت للحصول على بعض وثائق الإثبات. إذا في هذه الحالة يتم تمديد البحث إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي، لأن المتسبب فيه هو المعني بالأمر بنفسه. إذن النيابة العامة كما النيابة العامة ملزمة بإنهاء إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر بمجرد انتهاء البحث، وعلى الأكثر بعد نهاية اليوم 30 ما لم يتعلق الأمر بتمديده. يتعين على النيابة العامة إنهاء الإجراءين بمجرد إحالة القضية على قاضي التحقيق أو على المحكمة، أو إذا قررت حفظ القضية. إذا يتطلب إنهاء الإجراءين إعادة، لاحظوا ماذا يترتب عن ذلك، إنهاء يعني إنهاء الإجراءين يترتب عليه إعادة جواز السفر لصاحبه ومطالبة السلطات المختصة بفتح الحدود في وجهه. ويحق لوكيل الملك أن يأمر بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود خلال مرحلة البحث التمهيدي إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة. هنا نتحدث عن الجرائم متميزة الخطورة، يعني عندما يتعلق الأمر بالجناية، إذا الأمر يعود أو الاختصاص يعود للوكيل العام للملك. إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها، يعاقب عليها القانون بسنتين أو أكثر، يعني تقريبا نفس يعني فقط الفرق على مستوى نوع هذه الجرائم، يعني الاختصاص ينعقد للسيد وكيل الملك أم للسيد وكيل العام للملك. إذا تعلق الأمر بمخالفة عفوا بجنحة فإن الأمر في الاختصاص يعود لوكيل الملك، أما إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بجناية فإن الأمر يعود للوكيل العام للملك. الصلاحية الأخرى أو الصلاحية الأخرى بيد النيابة العامة التقاط المكالمات والاتصالات المجاب بوسائل الاتصال عن بعد. إذا كان الأصل هو منع القانون التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات الموجهة بوسائل الاتصال عن بعد، إلا أن الاستثناء هو أن المشرع خول القيام بذلك لقاضي التحقيق والوكيل العام للملك، حيث يتيح القانون للوكيل العام للملك القيام بهذه المهمة إما بناء على إذن يحصل عليه من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو في حالة استعجال بمبادرة منه تعرض فورا للرئيس للتقرير بشأن استمرارها. التقاط المكالمات بترخيص مسبق من الرئيس الأول. من الصلاحيات الجديدة التي منحها قانون مصر الجنائية الجديد للوكيل العام للملك إمكانية تقديم ملتمس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف من أجل إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخة منها وحجزها إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك. دائما نربط هذا الإجراء بضرورة البحث. متى كانت الجريمة موضوع البحث؟ تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، مثلا جريمة تتعلق بمس بأمن الدولة أو جريمة المخدرات أو جريمة الأسلحة أو الذخيرة أو إلى غير ذلك. هناك مجموعة من الجرائم أو ما يمكن أن نسميها بالجرائم المتميزة الخطورة. في هذه الحالة بإمكان الوكيل العام للملك التقاط أو اعتماد هذه الصلاحية أو هذا الإجراء. الحالة الثانية هو التقاط المكالمات قبل إذن الرئيس الأول، يعني هنا يعني إما بعد إذن الرئيس أو قبل إذن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. طبعا هنا في هذه الحالة يربط المشرع هذا الإجراء بحالة استعجال قصوى. لاحظوا ما حالة، يجب أن نكون أمام حالة استعجال قصوى، حيث يجوز للوكيل العام الملك بصفة استثنائية أن يأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية
أو اتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل، وطبعا الهدف هو خوفا من اندثار وسائل الإثبات. إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة أو المتفجرات، وهناك جرائم أخرى، لكن يشترط أن يتم ذلك بصفة استثنائية، أيضا أن يتعلق الأمر بحالة استعجال القصوى، أن تقتضي ضرورة البحث تعجيل خوفا من اندثار وسائل الإثبات، وأيضا أن يتعلق الأمر بالجرائم الآتية على سبيل الحصر، يعني هناك جرائم موضوع على سبيل الحصر بإمكان الوكيل العام للملك أن يقوم بهذا الإجراء، يعني قبل إذن الرئيس الأول. وهذه الجرائم المس بأمن الدولة، المخدرات، المؤثرات العقلية، الأسلحة والذخيرة. وأضاف القانون ديال 0303 أضاف القانون 0303 الجريمة الإرهابية إلى الجرائم المذكورة، ويتعين كذلك إشعار الرئيس الأول، لاحظوا معي الضمانات، ويتعين كذلك إشعار الرئيس الأول لمحكمة استئناف بالأمر فورا، ويجب على الرئيس الأول أن يصدر خلال أجل 24 ساعة مقررا إما بتأييد أمر الوكيل العام للملك أو إلغائه أو تأييده، يعني بمعنى أن السلطة تبقى بيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وهذا راجع لخطورة هذا الإجراء. إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك، فإن عملية الالتقاط توقف على الفور وتعتبر الإجراءات المنجزة كأن لم تكن، ولا يقبل مقرر الرئيس الأول أي طعن. يتضمن الأمر كل العناصر التي تعرف بالمكالمة الهاتفية أو المراسلة المرادي التقاطها بالجريمة تبرر ذلك، ويحدد المدة التي تتم فيها العملية التي لا تتجاوز 4 أشهر، يمكن تمديدها مرة واحدة ولنفس المدة بنفس الشروط. تتم عملية الالتقاط تحت سلطة مراقبة الوكيل العام للملك. يمكن للوكيل العام الملك المكلف بالبحث أو لضابط الشرطة القضائية المعين من قبله أن يطلب من أعوان المصالح أو المؤسسات المختصة أو المكلفين باستغلال شبكة أو المزودين المسموح لهم بخدمات الاتصال وضع جهاز الالتقاط. يحرر الوكيل العام الملك أو الضابط المكلف من قبله محضرا لكل عملية التقاط، يبين فيه تاريخ العملية وتاريخ نهايتها. تنقل كتابة في المحضر محتويات الاتصال المفيدة لإظهار الحقيقة التي لها علاقة بالجريمة دون غيرها، ويوضع المحضر بملف القضية. توضع التسجيلات والمراسلات في وعاء أو غلاف مختوم. يمكن الاستعانة بدور اختصاص للتعرف على الرموز والألغاز التي قد تستعمل في المكالمة، وأيضا تترجم الاتصالات إلى العربية بواسطة ترجمان يؤدي اليمين. أيضا بين ضمانات وحفاظا على سرية العمليات التقاط المكالمات من جهة، وحرصا عدم التقاطها خلافا للقانون من جهة أخرى، قرر المشرع عقوبات زجرية عن التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات عن بعد خرقا للقانون، وكذلك عن إفشاء سرية العمليات الجارية وفقا للقانون. إذا لاحظوا معي، هذا كما قلنا هو إجراء خطير، هو إجراء بيد النيابة العامة. هذا الإجراء كما قلنا نلجأ إليه إذا كانت تقتضيه ضرورة البحث، ولكن المشرع الإجرائي حاول تحصينه، حاول بمعنى أن هذا الإجراء هو مؤطر بقانون، وهذا أيضا هو من صميم المحاكمة العادلة أو من ضمانات المحاكمة العادلة، بمعنى أن هذا الإجراء يجب أن يقوم أن 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 يلجأ إليه الوكيل العام الملك إذا كان فعلا ضرورة البحث تقتضي ذلك. ولكن لا بد أيضا هناك كما مر معنا أن هناك علاقة بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك، بمعنى أن لا بد من ترخيص أو إذن من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وهذا يبين بشكل جلي بمعنى أهمية الإجراء وخطورة الإجراء. ولهذا نجد المشرع الإجرائي حصنه بإجراءات مؤطرة منصوص عليها في القانون. ننتقل إلى
آلية أخرى بيد النيابة العامة، الأمر يتعلق بالصلح الجنائي والمنصوص عليه في المادة 41 من قانون المسارات الجنائية، ويعتبر من بين المستجدات التي جاء بها قانون المسار الجنائي 2002. الصلح الجنائي إمكانية جديدة جاء بها قانون المسار الجنائي 2002، تمارس طبعا قبل إقامة الدعوة العمومية، أي قبل المتابعة، بمعنى تقضي بإمكانية إجراء الصلح على يد وكيل الملك كل ما تعلق الأمر بجنحة من الجنح المعاقب عليها بسنتين أو أقل، أو بغرامة مالية لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم هي التي تقبل الصلح. الأمر يتعلق هنا بالجنح الضبطية. لاحظوا معي أن هذا انفتاح على العدالة الصالحة، انفتاح العدالة الجنائية العدالة التصالحية، ولكن بشروط، ولكن في حدود معينة في جرائم معينة، بمعنى هذا الانفتاح لم يكن انفتاحا كليا بل انفتاحا جزئيا، خصوصا على مستوى بعض الجرائم التي يمكن اتباع هذه مسارات الصلح. لماذا؟ لأن كما قلنا أن العدالة الجنائية لها خصوصية، أو المسار الجنائي لها خصوصية، لها يعني بمعنى أن هذا الانفتاح يجب أن يكون انفتاحا حذرا، بين انفتاحا يعني أننا أمام انفتاح، ولكن هو انفتاح حذر على جرائم محددة ومعينة. بالنسبة لمسألة الصلح أو حالة أو لا 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 يعني ملي كنتكلموا على مسألة الصلح كنتكلموا على حالتين، إما أن تتم هذه المسألة إما باقتراح من الأطراف، لاحظوا معي الحالة الأولى باقتراح من الأطراف، هذا الصلح يكون باقتراح من الأطراف أو باقتراح من وكيل الملك. الصلح باقتراح من الأطراف، إذا يمكن المتضرر أو المشتكي به أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر. في حالة موافقة وكيل الملك، يعني لأن الأمر يتوقف على موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين، يحرر وكيل الملك محضرا بحضورهما وحضور دفاعهما ما لم يتنازل أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويتضمن المحضر يعني مضمون المحضر ما اتفق عليه الطرفان، كما يتضمن إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ غرفة المشورة، ويوقع وكيل الملك والطرفان، ويحال محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة بمقتضى أمر قضائي لا يقبل الطعن. ومضمون هذا الأمر القضائي، أولا ما اتفق عليه الطرفين كما مر معنا، أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا، ثم تحديد أجل لتنفيذ الصلح. إذن بالنسبة للمسار الأولى أو الحالة الأولى، الصلح باتفاق الأطراف، باقتراح من الأطراف عفوا. الحالة الثانية أو المسار الثاني، الصلح باقتراح من وكيل الملك إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتكي يمكن لوكيل الملك أن يقترح المشتكي به أو المشتبه فيه صلحا يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله. وفي حالة الموافقة يحرر وكيل الملك محضرا يتضمن ما تم الاتفاق عليه وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر في المحضر على المحضر عفوا الذي يحال رئيس المحكمة للتصديق عليه وفق الإجراءات المشار إليها أعلى طبعا. ويمكن وكيل الملك إقامة الدعوة العمومية في حالة عدم مصادقة المحضر، يعني من طرف رئيس المحكمة في حالة عدم المصادقة الحالة الأولى، أو في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق عليه رئيس المحكمة داخل الأجل، أو إذا ظهرت عفوا عناصر جديدة تمس الدعوة العمومية ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت. الهدف من هذه مسألة الصلح القضائي أو هذا الخيار الثالث الذي أصبح بيد النيابة العامة هو الحد من تراكم القضايا البسيطة وتخفيف المعاناة عن الضحايا من جراء انتظار البت النهائي في القضايا التستغرق أحيانا وقتا طويلا، وأيضا الحفاظ على العلاقات
الأسرية والعلاقات، العلاقات الاجتماعية يعني بين الناس، وبالتالي تجنب مثلا الصراعات، والصراعات يعني خصوصا في القضايا البسيطة والتي يعني بإمكان اللجوء إلى طرق أخرى أفضل من إقامة وممارسة الدعوة العمومية. الآن ننتقل الآن إلى المحور الثاني أو الموضوع الثاني، وأوامر قاضي التحقيق. طبعا يقوم بالتحقيق الإعدادي قاضي من قضاة التحقيق المعينين بكل محكمة من محاكم ابتدائية أو محاكم الاستئناف، وفقا لإجراءات معينة بدقة، وفي ظل مسطرة قضائية تمتاز بوفرة ضمانات حقوق الدفاع. ومن ثم يكون قضاة التحقيق هم السلطة الثالثة المكلفة بالتحري عن الجرائم إلى جانب الشرطة القضائية ومؤسسة النيابة العامة. إذا كان هو الجهة التي أوكل إليها القانون القيام بالتحقيق الإعدادي من خلال جمع الأدلة عن الجرائم والبحث المرتكب بها واتخاذ القرارات على ضوئها، ولهذا خول القانون لقاضي التحقيق صلاحيات مهمة وواسعة للتأكد من الاتهام ومن الأدلة المقدمة إليه من خلال الإجراءات المتعلقة بجمع الأدلة كالتنقل والتفتيش والحجز والتقاط المكالمات والاستماع إلى الشهود والخبرة. ولما كان استنطاق المتهم هو أهم إجراءات البحث عن الدليل، فقد وضع المشرع بين يدي قاضي التحقيق مجموعة من الآليات الإجرائية التي تتعلق بشخص المتهم. عليه أن يعمل على تسخيرها بعيد عن المؤثرات والأهواء وفي خدمة العدالة وإحقاق الحق، وبكيفية تنم عن حنكته واستقامته، وأن يراعي عند تقديرها عدم المساس بالحقوق الدستورية للمواطنين. وهذه الآليات منها ما هو مرتبط بشخص المتهم ويهدف إلى الحد من حريته أو إجباره على المثول أمام قاضي التحقيق، وهي الأمر الحضور والأمر بالإحضار والأمر الإيداع في السجن والأمر بإلقاء القبض أو الأمر بالاعتقال الاحتياطي. ومنها ما يتعلق بالحد من بعض حقوقه كالأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية والأمر بتحديد كفالة مالية أو شخصية والأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر. إذن هذه الأوامر نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة، إلا أنه يجب أن توفر فيها شروط عامة: أن تتم عملية الضبط والإحضار المأمور بها تحت إشراف قاضي التحقيق ومراقبته، أن يثار في كل أمر إلى نوع التهمة وإلى المواد القانونية المطبقة، أن تضمن الأوامر هوية المتهم ورقم بطاقته التعريفية عند القضاء، وأن يؤرخها قاضي التحقيق ويوقعها ويختمها بطابعه، أن يحترم حين إنجازها القواعد المشار إليها سابقا بشأن الاستعانة بترجمان وبالتخاطب مع الصم والبكم، وكل هذا يدخل في إطار الضمانات. لنبدأ بالأمر الأول، والأمر الحضور هو استدعاء عادي نص عليه المشرع في المادة 140، وهو إنذار يوجه قاضي التحقيق للمتهم الحضور أمامه في تاريخ وساعة محددين، ويبلغ هذا الأمر إلى المتهم بواسطة عون قضائي أو وسط الشرطة القضائية أو القوة العمومية. وعلى قاضي التحقيق أن يستنطق المتهم بمجرد حضوره بمجرد عفوا أن يستنطق المتهم بمجرد حضوره، ويحق للمحامي أن يحضر إلى جانب المتهم خلال الاستنطاق وأيضا المترجم. الأمر الثاني والأمر الإحضار. لاحظوا أن هناك تدرج على مستوى هذه الأوامر. جاء في المادة 140 قانون المسطرة الجنائية الإحضار بأنه أو الأمر الإحضار بأنه الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم متهم أمامه في الحال، ومن هنا لإحضاره من هنا فالإحضار يتم عن طريق القوة العمومية، إما عن طريق ضابط الشرطة القضائية أو أحد أعوان الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية. يتعين على قاضي التحقيق أن يستنطق المتهم في جميع الأحوال بمجرد تقديمه إليه، وإذا تعذر ذلك يتم نقله إلى السجن على أن يقوم قاضي التحقيق باستنطاقه داخل 24 ساعة. وإذا لم يتم ذلك فإن مدير السجن أن يقدمه لتلقاء النيابة العامة المختصة التي تلتمس من قاضي التحقيق استنطاقه فورا، وعند تغيبه تلتمس من أي قاضي آخر قضاة الحكم المحكمة القيام بذلك على الفور، وإلا أطلق سراحه. ويعتبر المتهم الذي مستنطق خلال هذا الوقت معتقلا اعتقالا تعسفيا، ويعرض كل موظف أو قاض سمح ببقائه في السجن للعقوبة التي يقررها القانون الاعتقال التعسفي.
الأمر الثالث هو الأمر الإيداع في السجن، منصوص عليه في المادة 250 من قانون المسطرة الجنائية، هو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس مؤسسة السجن لكي يتسلم المتهم ويعتقل اعتقالا احتياطيا، وهو السند القانوني لاعتقال الشخص احتياطيا. ويشترط لإصدار هذا الأمر بالإيداع في السجن أن يكون الأفعال منسوبة إلى متهم جنائي أو جنحة يعاقب عليه بعقوبة سالبة للحرية، أن يكون قاضي تحقيق قد استنطق المتهم، يتم تبليغ الأمر إيداع في السجن إلى المتهم ويشار إلى التبليغ في محضر الاستنطاق. الأمر بإلقاء القبض، إذا تعرف المادة 150 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر بإلقاء القبض بكون الأمر الصادر القوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر، حيث يتم تسليمه واعتقاله فيه اعتقاله فيها. شكرا جزيلا، هذا في ما يخص ما يتعلق بموضوعنا هذا، وشكرا لكم.